جزيل الشكر على دعوتكم الأخوية الكريمة للمشاركة في مهرجان العرائش الدولي 11 للثقافة والفنون تحت شعار الفنون الشعبية في خدمة العرائش مدينة التعلم، والذي يبين مدى أهمية التعلم في شتى المجالات ونقل موروثنا الشعبي للأجيال القادمة سواء في صيغة المادية واللامادية، حيث أن بلدينا يشتركان في العديد من الجوانب التراثية ومن بينها تراث الأسقارة والصيد التقليدي. السادة الحضور الكرام، عاماً بعد عام يكبر فخرنا واعتزازنا في جمعية القناص القطرية بالحضور معكم والمشاركة في هذا المهرجان التقليدي الأصيل الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد ونقله بطرق إبداعية تسهل استيعابه وتناقله عبر الأجيال. كما نغتنم هذه الفرصة من أجل تهنئة المملكة المغربية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة عيد العرش المجيد الذي وافق 30 من يوليو. السادة الحضور الكرام، إن جمعية القناص القطرية هي شريك دائم في تعزيز ثقافة الصيد التقليدي، ونحن حريصون على هذه المشاركة والشراكة الدائمة.